زهرة طاهري، 30 سنة، ساكنة في مدينة قديمة، بالضبط ساكنة في درب جران. كما شفتو الحالة ديالتي هو أنني كاريه هاد البيت وكاريه من 2012. في 2012 كنت خارج المغرب، كنت عندي مسابقة ديال الكويزين، ما تحصيتش. تحصيت في 2013 و 2015 خرجوا الناس. ملي خرجوا الناس، ملي كندوي على الحاله ديالي كنقول لهم الناس خرجوا، حتى انا خصني نحل الملف ديالي وداكشي، ما بغاوش يحلوا لي الملف ديالي. ما خليت فيه، مشيت للمقاطعه، مشيت للعماله، ما خليت فيه مشيت. كل مره فين كنمشي كيقول لك وتسنين سبقوا هاد الناس اللي غادي يخرجوا دابا، وحنا غادي نشوفوا الحاله ديالك، حيت انت لوكا ديالك راكي عايشه بوحدك، خاصنا نتسناو. بقيت كنتسنى معاهم بشويه بشويه، دازت عليها 4 سنين ما عنديش لاكارت ناسيونال. بقيت كنجري على لاكارت باش نهدا، عيطت على مونطار قلت لي راه خصني لاكارت ناسيونال داكشي، قال لي تعطيني 5 المليون. قلت لي كيفاش نعطيك 5 المليون وكانت انا عندي 5 المليون؟ ما غاديش تلقاني كاع ساكنه في هذا البيت هذا اللي انا مخشيه فيه كصندوقه. اون فوا غادي تكون عندي 5 المليون غادي ندير مشروع ديالي، كيما قلت لك انا كندير لاكويزين، نحل واحد سناك صغيور وندفع في دار وغادي نسكن، وما غاديش نهدا. راه ما عنديش. بقى كيجرجرني كيجرجرني كيجرجرني، حتى جا واحد الناس الله يجازيهم بالخير، هما اللي طلعوا لي لاكارت ناسيونال. دازت هاد القضيه ديال لاكارت فوالا، ملي قلت لهم دابا راه عندي لاكارت ناسيونال يعني شوفوا معايا حل، كيقول لك واخا عاوتاني كل مره كل مره كل مره، لدرجه اللي صافي ما بقيتش كنقدر نستحمل. يعني كتشوف انت ساكن في الموبل بوحدك، يعني كلشي سافت كلشي خرج الا انت، ما الموبل صافي كله ولا تشق يعني، ولا حاله يعني يقدر يطيح ما بين ليله ونهار. درجه انا وليت كنعس وليت كنخاف، يعني ما بقاش عندي الجهد باش تنقول صافي شي نهار غادي يطيح لي. كل نهار كنقول صافي راه لا اله الا الله، لدرجه طاح واحد السقف. جاو مني جاو كيقول لك صافي راه غادي تخرجكم تخرج خاصك تخرجي، فين غنمشي؟ ما عندنا ما نديرو لك. تنقول لهم الناس انا اللوكا ديالي انا حاله خاصه، انا يتيمه كبرت في الخيريه، ربتني واحد السيده وماتت، ملي ماتت خلاتني مع بنتها ورجل بنتها وعش معاهم، يعني عش معاهم واحد العيشه لا اله الا الله محمد رسول الله. فاش درت 20 عام خرجوني بالحوايج اللي انا لابسه، وكافحت وكملت قريتي راسي وجاهدت وصلت، وكما قلت راه هزيت رايه ديال بلادي ودرت عده مسابقات، دزت ماستر شيف، ما كملتش معاهم. كنيه ديالتي بحال كنيه ديال واحد تما كاينه السيده الطاهري مريم، يعني كنحس بالحقره، يعني كنشوف الحاله ديالتي اي حاجه حطيت عليها لاكارت ما تصيبتش ليا، شاركت في مسابقات شاركت في ماستر شيف ما تقبلتش، السكن ما بغاوش يعطي استفاده، حتى نحس براسي محقوره في هذه البلاد يعني، وانا ما عطيتها غير الخير. هذا هو اللي انا كيبقى في الحال. انا كما قلت لك انا شاركت وحسيت بالحقره، يعني هما قساوني لحقاش قال لك نفس الكنيه ديالك مع السيده، داكشي علاش ما حسيت بالحقره، يعني فريمون كنحس بالحقره. اي حاجه تنحط بها يدي تنحس راسي بحال انا ماشي مواطنه، بحال انا ما عندي حتى شي وجود في هذه البلاد، يعني حتى شي حاجه كتحط فيها هذا ما كايناش، يعني كي عندك ورقه ديال الخيريه يعني ما عندكش قيمه. ولا علاش؟ حيت ما عنديش والدي، بالعكس ما انا ما درت حتى شي حاجه خايبه لبلادي، بالعكس زدت بها القدام. كنشارك في عده مسابقات، كنشارك في جمعيات، كنمشيو للناس اللي كينعسوا في الزنقه، تنشوفوا الحالات ديال الناس اللي كينعسوا في الزنقه، يعني تنحط راسي في بلاصتهم صافي تنفشل. يعني خصوصا مؤخرا ملي قلت لك جاو وقال لك خرجي الدار غادي تسدو غادي نسدو، يعني فين انا غادي نزيد نخرج؟ واش انا نخرج للزنقه؟ واش نتسناو حتى هاد الدار هادي طيح عليا وعاد نموت وعاد يجي وعاد يصوروا وعاد؟ يعني انا دويت على حالتي، انا ما سنين هادي وانا عايشه بوحدي، كما قلت لكم عايشه في هاد البيت هذا بوحدي، ما تيكينش اللي كيدق عليك ولا يعرفك حتى واش واكله ولا شاربه ولا مريضه. كان مرض هنايا تنبقى نعسه وانا محطمه، ما كاينش اللي كيعرفني كاع، عياد كيجيو، يعني ما كاتاستروف، يعني جالسه في بيتي ما الناس معيده مع عائلتها وداكشي وانا بوحدي، يعني لي الله سبحانه وتعالى. انا ما كرهتش يعني والدي ما كرهتش يبانو،
هذه الأمنية ديالتي، لأن كما قلت لك كيجيو العياد حالة يعني كتمرض، يعني بزاف ديال الحالات كتجي، وخصوصا دابا هاد العيد اللي دابا قرب وانت كتشوف العيد كبير وجاي، وكتشوف راسك عايش بوحدك، يعني ليك تجي واحد، ليك الله سبحانه وتعالى، ليك الله. تنوجه رسالة للناس وتنقول يشوفوا من الحالة ديالتي، واللي شي حد اللي يقدر يتدخل، شي محسن ولا شي مسؤول، ولا تنطلب بسيدنا حتى هو يشوف الحالة ديالتي ويعطوني غير حقي. انا ما تنطلب حتى شي حاجة من غير حقي، يعني ما خرجش على القانون بتاتا. الحمد لله بلا كارت ناسيونال ديالي، بالرواسب ديالي، بالاشعار بانني خصني نخرج، بالحالة المدنية ديالي بانني حالة يعني باينة، عندي ورقتي ديال الخيرية، عندي كل شيء، يعني راه الحالة ديالي راها باينة وكل شيء واضح. وتنطلب من الناس يعني يشوفوا الحالة ديالي ويساعدوني، راه انا يعني في حاله، انا كيما قلت لكم مره خدامه مره ما خداماش، حاليا راني جالسه من الخدمه، راني شي 5 شهور وانا جالسه، يعني كنقول لك عايشه للنهار، والله يدير شي تاوي ديال الخير.